اولا هذا تسجيل النيابه هو هذا واجب مهني، هذا نقيب سابق ومحامي، وبطبيعه الحال هذه الجلسه الاولى هي كان فيها الاعلان ديال النيابات ديال مختلف الزملاء، وعلى راسهم السيد نقيب هيئه المحامين بالرباط اللي كان لنا الشرف ديال اعلان النيابه ديالو، اللي متعذر عليه التواجد لانه يتواجد الان في اطار الانتخابات اللي كتعرفها مكتب جمعيه هيئه المحامين بالمغرب بمدينه الناظور. وبطبيعه الحال اليوم كان تسجيل النيابات الاوليه ديال واحد العديد ديال الزملاء من مختلف الهيئات، وبطبيعه الحال في اطار حقوق الدفاع التمسنا من المحكمه تمنحنا كاملين مهله لاعداد الدفاع والاطلاع. الملف تاخر جلسه 27/4 اللي ما لا شك فيه انه الجلسات المقبله عاد غادي تبدا يعني الدفوع الشكليه والجوهريه اللي كترتبط بهذه القضيه اللي تبع فيها السيد نقيب محمد زيان وكذلك الزميل اسحاق شريم لهيئه المحامين بالرباط. العفو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.